أدان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق القصف الصاروخي الإيراني على أربيل ووصفه بالانتهاك لسيادة الإقليم حسب تعبيره. وقالت وزارة الصحة في الإقليم إن شخصا قتل وأصيب 8 آخرون في قصف إيراني استهدف مدينة كويسنجق شمال أربيل. وأشارت مصادر محلية أن إيران استهدفت مقرا تابعا للديمقراطي الكردستاني ب5 صواريخ، فيما لا تزال هناك مخاوف من استمرار القصف، كما شهدت السليمانية قصفا متزامنا ب3 طائرات مسيرة من دون وقوع خسائر. من جهته تبنى الحرس الثوري الإيراني استهداف من وصفها بجماعات إرهابية في إقليم كردستان العراق بضربات صاروخية وطائرات مسيرة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن بلاده لن تصمت على أي عمل عدواني يستهدف أمنها واستقرارها. وأوضح كنعاني في مؤتمر صحفي أن طهران حذرت مرارا بالرد على تهديدات الجماعات المعارضة في إقليم كردستان العراق ودورهم في الأحداث التي شهدتها إيران مؤخرا، مؤكدا بأن بلاده لن تسمح بأي تجاوز في مسألة أمن الحدود. ومن أربيل ينضم إلينا مراسلنا غسان خضر. غسان، مرحبا بك معنا. إذا استهداف أكثر من منطقة عمليا في إقليم كردستان، ماذا عن هذه الاستهداف؟ ما هي المواقع المستهدفة وعن الضحايا؟ نعم رشيد، المواقع المستهدفة هنا في أربيل إلى الشمال من أربيل في قضاء كويسنجق كما ذكرت، في هذا القضاء هناك مقر للحزب الديمقراطي الإيراني المعارض. هذا الحزب له مقرات على حدود محافظة أربيل. هناك أيضا مقر لحزب كوملا وهو أيضا حزب إيراني معارض ينشط في السليمانية. اليوم حصل الاستهداف لهذين الحزبين مقر هذه الأحزاب. وزارة الصحة في كردستان قالت أولا أن هناك قتيل واحد و8 جرحى، الآن هي رفعت عدد الجرحى إلى 9 بالإضافة إلى قتيل. لكن قبل قليل أعلن الحزب الديمقراطي الإيراني نفسه مقتل 2 من عناصره في هذا القصف الذي استهدف مقاره اليوم ونشر صورهم وأعمارهم وأيضا أسماءهم، وبالتالي هناك يعني 3 ضحايا. الضحية الأولى التي تحدث عنها وزارة الصحة في إقليم كردستان هي ضحية لشخص لم يصب إصابة مباشرة بالقصف لكنه يعاني من مشاكل في القلب وبسبب الصوت توفي على فوره. لكن الآن الحزب الديمقراطي الإيراني يقول بأن هناك 2 من عناصره قتلوا في هذا الاستهداف. أيضا رسميا هذا أول تصريح من إقليم كردستان أدان القصف وقال بأن هذا القصف مرفوض، ولكن لا يعني لم البيان كان قصيرا جدا ولم يورد المزيد من التفاصيل. هذا القصف رشيد هو ايضا سوف يعتبر يعني اعنف بقليل من القصف الذي حصل في اواخر سبتمبر والذي راح ضحيته اكثر من 10 مدنيين ليسوا مقاتلين وليسوا اعضاء في الحزب الديمقراطي الايراني المعارض. لكن القصف اليوم استهدف مباشرا استهدافات مباشرة أعضاء في الحزب الديمقراطي الإيراني المعارض. ربما في الساعات المقبلة سوف يكون هناك تطور وقد يكون هناك تصريحات رسمية سواء كان من مسؤولين عراقيين، لكن بكل الأحوال هذا يعني بشكل أو بآخر يثبت ما قاله الحرس الثوري الإيراني في وقتها، قال بأنه سوف يواصل استهداف مقار الأحزاب الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، وفي حينها اعتبر تهديدا لا أكثر، لكن يبدو أن هذا التهديد بدأ ينفذ. هناك أيضا تخوف من أن يستمر القصف في الساعات الأخرى ويستهدف أيضا هذه المقار الموجودة في إقليم كردستان. منذ فترة كان هناك نوع من مفاوضات للتهدئة وللوصول إلى حل هذا الموضوع، هل يعني هذا القصف أن الآمال يعني لم يعد هناك آمل في إجراء مفاوضات؟ بالفعل رشيد ربما يبدو الموضوع هكذا، يعني كان هناك حديث حتى هناك كانت مواقف يعني دولية تطالب إيران بوقف قصفها على مواقع في إقليم كردستان، كانت تقول بأن هذا القصف يستهدف المدنيين، لكن يبدو أن الجانب الإيراني حتى الآن لم يعر أي اهتماما لهذه التصريحات، وعلى ما يبدو بأن هذا القصف هو ينسف أي محاولة يعني قد تكون في المستقبل لوقف هذا يعني هذا القصف. إيران يعني تصر وتقول بأنها تريد من السلطات في العراق أن تقوم بتسليم
أعضاء في أحزاب المعارضة أو طردهم على الأقل من مناطقها، لكن حتى الآن هذا لا يبدو. إقليم كردستان يقول بأنه يعني يحتضن أكثر من 10,000 لاجئ إيراني، هناك لاجئون إيرانيون أيضا موجودون في إقليم كردستان، ويقول بأنه يعني يتعامل مع الموضوع من جانب إنساني وليس له علاقة بنشاطات الأحزاب الإيرانية المعارضة في داخل إقليم كردستان. يقول إقليم كردستان المواقف الرسمية تنأى بنفسها عن التصرفات العسكرية التي تقوم بها الأحزاب الإيرانية المعارضة التي تنشط هنا في إقليم كردستان. أستاذ خضر مراسلنا من أربيل، شكرا جزيلا لك.